Parce qu'à l'école, le père, il dit au fils, si je te vois jouer avec un Algérien, gare à toi ce qu'il y aura ce soir. Alors le fils, comme il écoute son père, il ne joue pas avec l'Algérien. ليس بالأمر الجديد على البطولة الفرنسية وليس باللاعب العربي الأول الذي يتعرض للعنصرية. إسلام سليماني آخر ضحايا العبارات المقززة في الملاعب الأوروبية بعد نعته من قائد فريق كليرمون فوت باللاعب العربي القذر. عبارات تزعج اللاعبين وتدفعهم لاتخاذ ردود أفعال مختلفة. ثارت ثائرة إسلام سليمانية وكانت له الفرصة ليعبر عن انتمائه للجزائر قائلا بكل فخر أمام وسائل إعلام فرنسية: ليس متاحا للجميع أن تكون جزائريا. Je trouve que c'est grave de nos jours de se faire traiter de sale blédard. Ça c'est grave. Moi je suis fier d'être blédard, je suis fier d'être algérien. C'est pas donné à tout le monde d'être algérien. لن يكون المستقبل واعدا للبطولة الفرنسية ولن تبقى الملاعب الغربية تنعم بما تبقى لها من أمن وأمانة لأنها ببساطة تقوم بإغار صدور اللاعبين العربي والمسلمين عليها.